تعد موسوعة غينيس للأرقام القياسية من أسمى الأهداف لدى كثير من البشر الذين يتمتعون بمواهب وقدرات مذهلة، والتي من خلالها سيتحول من شخص عادي لشخص يعرفه العالم جيدا ويشير إليه الجميع بأصابع التبجيل والتقدير. ومن ثم سنقدم لكم اليوم 10 من الأرقام القياسية النادرة بموسوعة غينيس العالمية. عشرة، شجرة الكرز. صممت اليابان شجرة كرز عملاقة والتي بلغ طولها 4 أمتار وبلغ ارتفاعها 5 أمتار، فيما فاق وزنها 3000 كيلوغرام. ولقد استخدم في بنائها أكثر من 8000 قطعة من لعبة الليكو، ابتداء من الجذر مرورا بالفروع وحتى الأوراق. وعلى الرغم من أنه مشروع ياباني، فإن عملية الصنع تمت في جمهورية تشيك، ثم تم نقلها لليابان لتوضع في مدخل حديقة ليغولاند في مدينة ناغويا. تسعة، عرض رقص بالإنسان الآلي. فكرت إحدى الشركات الصينية في تصميم فكرة رائعة لتدخل بها التاريخ وتحقق بها رقما قياسيا عالميا لم يذكر من قبل. الفكرة عبارة عن أداء رقصة جماعية، ولكنها ليست رقصة تؤدى بواسطة راقصين محترفين، وإنما بواسطة عدد كبير من الإنسان الآلي، والذي يتم اصطفافهم بشكل جميل ثم يبدأ الجميع في الرقص بشكل متناسق. ضمت الرقصة حوالي 64,000 جهاز إنسان آلي. والجدير بالذكر أن الفكرة ذاتها تم تطبيقها في إيطاليا باستخدام 372,000 إنسان آلي راقص، وبهذا تكون قد حطمت الرقم الذي حققته الشركة الصينية، بالإضافة إلى براعة الرقصة وتفوقها على نظيرتها الصينية من حيث مرونة الأجهزة والحركات الأكثر ليونة. فلم يذكر قط سقوط أي من أجهزة الروبوت على الأرض، وإنما أدوا جميعا الرقصة بشكل بارع لا مثيل له. 8. أقوى رجل بالعالم. إيرفين كاتو صربيا روسيا، جين كارون كندا. دخل هذان الرجلان في تحدي حول أيهما لديه القدرة على قلب سيارة عدة مرات أكثر خلال 5 دقائق فقط. كانت تبلغ السيارة 400 كيلوغرام من الوزن، وببدء العد التنازلي استطاع كاتو أن يقلب السيارة 11 مرة خلال 3 دقائق، بينما استطاع الكندي كارون قلبها 13 مرة محققاً الرقم القياسي بذلك، وحمل لقب البطولة عن جدارة. كما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بهذا التحدي المبني ليكون صاحب الرقم القياسي كأقوى رجل في العالم. 7. مارينا كازانكوفا صاحبة أطول نفس. حققت مارينا كازانكوفا رقما قياسيا نسائيا جديدا في رياضة حبس الأنفاس تحت الماء، إذ حققت الروسية كازانكوفا الرقم القياسي في البقاء أطول مدة تحت سطح الماء، هذا بالإضافة إلى قطعها لمسافة 154 مترا من السباحة خلال 3 دقائق فقط. 6. لحية مليئة بشافطات العصائر. كاليكو رجل أمريكي قرر عمل تحدي لنفسه بوضع أكبر عدد من الشافطات بين شعر لحيته، إذ تمكن من وضع حوالي 215 عصار ليصبح كاليكو صاحب لقب أول شخص بالعالم يحمل هذا العدد من العصي في لحيته. 5. سيارة تسير على إطارين فقط. كي يتمكن من الدخول من موسوعة غينيس، قرر أن يقود السيارة على إطارين فقط، وذلك على رصيف ضيق لم يتجاوز عرضه 80 سنتيمترا وطوله 100 متر. في محاولته الأولى خرج إطار السيارة عن الرصيف، مما تسبب في فشل المحاولة، وكانت النتيجة حدوث العديد من الأمور الخطيرة، إلى أن تحول لبطل عالمي يستحق دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في أداء هذا التحدي العظيم. 4. التقاط الكتلة الدوارة في الهواء. حمل 40 كيلوغراما بيد واحدة لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق، وخاصة عندما قام هذا الرجل بالتقاط هذه الكتلة في الهواء صانعة زاوية من 360 درجة، ثم يلتقطها ثانية في براعة وحنكة لا مثيل لها. وما زاد من الأمر صعوبة أن الرجل كان معصوب العينين. إنه الصيني الخارق وانغ بينغ بونغ،
التي استطاع تأدية هذا العرض بمهارة أمام الحاضرين، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس العالمية، وهو صاحب أكبر عدد في التفاف الكتلة الصخرية والتقاطها في الهواء بمهارة، إذ وصل عدد لفات الكتلة الصلبة في الهواء 13 مرة، وهو أمر خطير جدا لأنها إذا سقطت على قدميه لدهستها وحطمتها تماما، والحال ذاته إذا ما وقعت على رأسه. ثلاثة، فريق التحمل. حقق هذا الفريق المتخصص في الألعاب الخطيرة رقما قياسيا لا مثيل له بموسوعة جينيس، وذلك بعد العرض الذي أداه الفريق، وهو عبارة عن استلقاء أحد أعضائه على لوح من المسامير الحادة، ثم توضع من فوقه لوحة أخرى من المسامير التي تبلغ طولها 15 سنتيمترا، صانعا بذلك شكل الشطيرة، ثم تتكرر العملية ذاتها ليصبح الرجل متحملا 8 أشخاص من فوقه، يقوم جميعهم بالحركة ذاتها مكونين طبقات من البشر ومن ألواح المسامير. لكن التحدي الأكبر كان لذلك الرجل الذي يدعى جامي، والذي كان بالأسفل، إذ تحمل طنا تقريبا من الوزن من فوقه. اثنان، بطل الكاتشب. كثير من الناس يحبون وضع الكاتشب على مأكولاتهم، لكن لا أحد يحب تناوله بهذه الطريقة إلا ذلك الرجل الهندي، والذي تحول لبطل عالمي بعد تناوله ل 396 جراما من الكاتشب في غضون 25 ثانية فقط. واحد، سلاح من ورق. إنها حقا حركة مذهلة، التصويب على ثمار البطيخ بالسكين، لكن لا أحد برع في هذه الحركة مثلما برع جونغ وونغ، وهو بطل من كوريا الجنوبية، والذي قدم عرضا مذهلا في أحد البرامج الصينية، إذ قام بطي الورق بشكل معين ليصنع من الورقة سلاحا حادا يشبه السكين ويمكنه اختراق البطيخ. وبالفعل قام بتصويب 212 قمعا ورقيا على ثمار البطيخ والتي اخترقتها بالفعل، ودخل بالفعل موسوعة جينيس عن جدارة لبراعة ما قدمه وصنعه. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.